السيونس مربوحة اسمع اسمع ربك شوية اللي انت فرحان. اول حاجة راه ماشي الاماراتية اللي عرضت عليك، حيت الاماراتية الشيوخ من التقاليد ديالهم ديال الامارات ما تيصيفطوش طاكسيات. تفضلي ويلا. شكرا خويا شكرا. تفضلي نبيا. الله العظيم هاكيش ديالي والشيوخ ما تيعطيوش لهذيك الطبله مسخه فيها الوسخ. هما تيديروا داك اللحم معمر والحاجه اليوم دارت لنا اللحم ديالنا مشي بلا غلا طعمه. هذه مقرونه وقيله هذه ما فهمت والو بهذا الشيء. هذا الحوت شوف تبارك الله، هذا حتى هو الحوت. خاصه الاطباق برياني سمك. هذا برياني سمك ديال السمك. هذه عاد تعجبني اللحم تبارك الله ما شاء الله اللهم زيد هذيك الخضره اللي كتعجبني انا راه الفران. هذيك جميع الخضره الفران الدنجال كيديروا الطريقه ديالهم شويه دوك الصوص خلاص شي الدنجال. هذه ديك كنديروا حنايا نسيت على سميتها، راه كيف كلشي دابا مشى الكلام كنديروها بغير شكلها. انت وصلت اللهم زيد وبارك الله يخلف عليها ويعطيها الجنه يا ربي. قول للمشاهدين راه حنا ديما كنا كنتغداو هنا وكنا كنشوفوا صور. والله العظيم راه ديما كنتغداو. بلاصه ما تمشي للامارات اسمع نجبد لك ودنيك، اولى بالزياره الى مكه المكرمه. مكه وما ادراك ما مكه هي اولى ليك واولى الام ديالك اللي واجب عليها من اركان الاسلام الخمسه حج بيت الله من استطاع اليه سبيلا. وانتم لكم امكانيات ما تديوش على الصوره. شفت الصوره كنت موجده واحد الفيديو على وجه الربال الساعه مي شفنا الطفل غضب وحنا نقلبوا ست سعود. المهم بغيت نجاوبك السريويلي السيده راه مدوزه مشات للعمره باش كنتي انت باقي طربيه باش كنتي انت باقي مومو. السيده راه مشات للعمره من زمان من قبل ما يكون هاد اليوتيوب والوسخ ديال اليوتيوب، مشات للعمره ومشات زارت داك المقام الشريف بمال شريف وداتها بنتها ونسيبها بعرق الكتاف بفلوس حلالا طيبه. اما لك انت غديهم غير فلوس المعاطيه وتضل تسب في العيالات والنساء المغربيات وتضل تضرب في الاعراض غير بلاش، غير خليهم اللهم بلا ما يمشيو، لان غيمشيو غيزيدو ذنب على ذنب ديال فلوس الحرام اللي غيمشيو بها اللي تجي على ظهر العيالات والنساء الشريفات ولا ما شريفاتش. المهم كتشرك كل شيء، انت كتضل على المعاطيه، كتسالي من هذا كدوز لهذا، كتسالي من هذا كدوز لهذا. هذا هو منين فضلك وراس مالك اش غيديهم للعمره. اما لا قبل ما تهضر عليها هي وليداتها شلل فمك بالسمن والعسل. حنا راه تيعرضوا علينا الناس في برج خليفه. وتيقولك الزروه اللي كاينه ابارتمان اجي، ولكن انا تنفضل الزياره اللي بغيت نخرج خارج المغرب انا وبهيجه حاليا هو مكه المكرمه. فعلا انه باقي عليا واحد التقليد كبير في ابي وفي امي
ان شاء الله نقيدهم في العمره. اللي انت فالح فيه تلوكلوك، انما تشتغل مفيش شغل. شخر يا ولد طوال. همي تتفرج فيها. مؤخرا حطيت لها واحد العشرة ديال المليون في الكونت ديالها. امي ما عقتش علاش حطيت لها 10 مليون في الكونت ديالها. هذيك ديال الحج. ولكن ملي جا واحد الظروف انه قلت ربما غادي ناجلوا منهم. هذه ملي تحكمت بعام وهذاك الشيء قلت ناجلوا الوالده. ولكن ثقوا بيا غادي ندي با وغادي ندي امي للحج. لانه يوم القيامه سيحاسبني الله سبحانه وتعالى بانني انا ما ديتش با امي الحج وكانت عندي امكانيات باش ندي با امي الحج. الزروالي واش عندك امكانيات باش تدي باك امك الحج؟ صحيح عندي امكانيات باش ندي با امي الحج. ما بغيتش نتحاسب يوم القيامه عليهم لانه من بين الاركان الاسلام الخمسه واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والصلاه والزكاة والصيام وحج بيت الله إمن استطاع إليه سبيلا. أراد داك الشيء علاش ما ديش أمك العمرة؟ إذا سير تمشي بحالك. أنت هو آخر واحد أنني نتصالح معك. ياك بيبي حياك ياك السيبة أخيرا إذا شديتيني. أنا اسمي يوسف الزرواني. بس على رأي المثل أبوك البصل وأمك التوم، تجيب الريحة الحلوة دي منين يا مشؤوم؟